طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب على الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم في الذكرى 19 لاحتلال العراق. فاصل ونعود إليكم. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. المجرم الأرعن بوش صغير هو وأعوانه جريمته التي كان يتوحد بها العراق والإنسانية. في الذكرى 19 لاحتلاله، هل حققت أمريكا أهدافها في العراق؟ تمر الذكرى 19 لاحتلال العراق لاحتلال بغداد، 19 سنة على قيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعهم أكثر من 35 بلدا عملية غزو واحتلال العراق، 19 سنة على احتلاله تغير وجه العراق والمنطقة بالكامل. الحجج كانت أن النظام العراقي يهدد أمن العالم وأنه يملك أسلحة الدمار الشامل وبأن الولايات المتحدة تريد نشر الديمقراطية في العراق وأن يكون العراق نموذجا يحتذى به في المنطقة. 19 عاما على احتلال العراق، فهل تحققت الأهداف الأمريكية في العراق؟ ألم يخلف الغزو والاحتلال الأمريكي أكثر من مليون قتيل عراقي فقط لغاية العام 2007 بحسب دراسة أعدها معهد الاستطلاعات البريطاني في صيف عام 2007؟ 19 سنة على غزو واحتلال العراق، فأين أسلحة الدمار الشامل؟ ألم يؤكد هانز بليكس الذي ترأس فرق التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل في العراق قبيل الغزو بأن المفتشين لم يعثروا على أي أدلة دامغة تثبت بأن العراق كان يواصل نشاطاته التسليحية، وخاطب مجلس الأمن عام 2003 بأن العراق قد تعاون تعاونا جيدا في مجال السماح لفرق التفتيش بالإطلاع على المواقع؟ لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق المعروفة بلجنة تشيليكوت خلصت إلى أن بريطانيا اعتمدت على معلومات استخباراتية مغلوطة ولم تستنفذ الخيارات السلمية قبل غزو العراق. كيف هو حال العراق بعد 19 سنة؟ هل تحققت الديمقراطية والحرية؟ هل تحققت الرفاهية للمواطن العراقي؟ ألم تصبح بغداد أسوأ مدينة للعيش في العالم؟ ألم يصبح جواز السفر العراقي من أسوأ جوازات السفر في العالم؟ ألم يهاجر ملايين العراقيين خارج البلاد بسبب الغزو والاحتلال؟ ألم يصبح العراق من ضمن أفسد دول العالم بحسب المؤشرات الدولية؟ احتلال العراق غزو وسيطرة عسكرية شاملة نفذتهما أمريكا وبريطانيا في العراق بين 20 مارس آذار 2003 و 18 ديسمبر كانون الأول 2011 بذريعة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. أدى ذلك لإسقاط نظام صدام حسين وخسائر بشرية قدرت بمليون قتيل ومصاب وملايين المشردين، خسائر مادية للطرفين تقدر بتريليونات الدولارات، انزلاق البلاد في عنف طائفي بلغ ذروته خلال 2006 و2007
طبعا في يوم 4 سبتمبر أيلول 2002 شبكة سي بي أس الإخبارية الأمريكية قالت بأنها حصلت على وثائق تظهر بأن قرار غزو العراق اتخذه وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد بعد ساعة من وقوع هجمات 11 من سبتمبر أيلول في عام 2001 على واشنطن ونيويورك. أضافت الشبكة بأن الوثائق تفيد بأن رامسفيلد خاطب معاونيه العسكريين قائلا: فكروا فيما إذا كان مناسبا ضرب صدام حسين في الوقت نفسه وليس فقط أسامة بن لادن، رغم أن كل التقارير الأمريكية ألقت باللوم في تلك الهجمات على تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن، وثبت كذلك بأن العراق لا علاقة له بالقاعدة أبدا. جاءت تسريبات الشبكة في وقت نقلت فيه الإدارة الأمريكية بقيادة جورج بوش الابن تركيزها من أفغانستان إلى العراق، كثفت جهودها لإقناع الكونغرس والرأي العام الأمريكي والعالمي بخططها لغزو العراق. وإثر تصريحات لبوش اتهم فيها العراق بأنه حليف لتنظيم القاعدة، قال بأنه ليس خيارا بالنسبة لنا إلا أن نفعل شيئا إزاء التهديد الخطير الذي يشكله البرنامج العراقي لإنتاج أسلحة استراتيجية. على الرغم من ما ذكرنا بأن لجنة التفتيش قبل غزو العراق أكدت بأن العراق ليس لديه أي أنشطة في تطوير أسلحة الدمار الشامل، غزو العراق بحجج أسلحة الدمار الشامل، بحجج محاربة الإرهاب، بحجج نشر الديمقراطية. طبعا في خريف العام نفسه من عام 2002 نشرت الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير تقريرا يحذر من المخاطر التي يشكلها امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وذلك في محاولة لكسب تأييد الشعب البريطاني والرأي العام العالمي لصالح القيام بغزو العراق. رغم ذريعة أسلحة الدمار الشامل المعلنة، فإن أسبابا أخرى مختلفة سياسية واقتصادية وحتى حضارية ظلت قيد التناول في وسائل الإعلام العالمية وأروقة السياسة الدولية، وأصبح بعضها أكثر إقناعا للمراقبين انطلاقا من سير الأحداث ومآلات الحرب وتكشف أسرار تحضيراتها. في طليعة تلك الأسباب تحمس حكومتي واشنطن ولندن لوضع اليد على ثروة العراق النفطية الهائلة، وتحدث التقارير كذلك عديدة عن التحريض على غزو العراق من طرف مسؤولي شركات نفط أمريكية كبيرة، من بينها مثلا مجموعة هليبرتون النفطية التي كان ديكشيني نائب الرئيس الأمريكي آنذاك يتولى إدارتها حتى عام 2000، ويستدلون على صحة ذلك بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون منحت هذه الشركة دون التقدم بعروض مناقصة في نوفمبر تشرين الثاني 2003 عقدين مختلفين، الأول ب7 مليارات دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية النفطية العراقية والتزويد بالمنتجات النفطية المكررة في العراق، والثاني لتقديم دعم لوجستي للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بقيمة 8 مليارات و600 مليون دولار. معنا اتصال أبو عمر من الناصرية. أبو عمر، 19 سنة على احتلال العراق، شو تحقق من الأهداف الأمريكية من نشر الديمقراطية والحرية وتخليص العراقيين من الدكتاتورية برأيك بعد هاي السنوات كلها؟ أهلا أبو عمر، يا هلا بك، يا ريت نص التلفزيون أبو عمر. نعم أبو عمر. نعم نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نصينا التلفزيون أبو عمر. أبو عمر، يا هلا بك، شلونك عمي؟ أهلا وسهلا بك، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بك، بخير الله يحفظك. طبعا طبعا هاي الحد الان مال احتلال العراق، احتلال العراق طبعا هي لعبه قدره، هاي من بريطانيا امريكا وايران. زين، طبعا دول هاي الدول كلها يعني هاي مثل ما تقول تضعيف العراق، تضعيف شعب العراق على مود يسوون على ثروات مالته، سووهم كل شيء ما سووا. نعم، مو قالوا راح ننشر الديمقراطيه والحريه ونحقق
الرفاه الاقتصادي للمواطن العراقي وأن يكون العراق نموذجاً يحتذى به في المنطقة. شنو اللي صار؟ أول طبعاً عمي بالنسبة طبعاً أول ما أجوا سووا الهور مرت وزوا خواشيك على الشعب العراقي. زين هم طبعاً هم جايين هاي كذي مال مال قدام كان عنده سلاح كيميائي ما هاي كلها قوات بكلاوات هاي تضعيف العسكر يسوون على 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 ثروه مالته فهم سووا هم كل شيء ما سوون حبيبي كل شيء ما سوون يعني من اجوا وخربوا العراق امرونا دمار جلولا ولحد الان مجاعه كل قتل وتهجير وسجون نعم كل شيء ما سوون عن عمر نعم تخريب العراق هذا تخريب العراق عليه برطح سوني بليه وهذا اللي بنبوش عيني وإيران نعم. هم هذا هم دول هم ساحين عين الأسد جاي يقصون بها 24 ساعة هذا لعبة هاي لعبة حتى شنو على مود بقاهم العراق نعم زين ولا هي إيران هاي الفرس هذا الفرس هم سووا هم إسرائيل جاي يطق بهم 24 ساعة هم هي إيران تعرفت إسرائيل طق إسرائيل عندنا هاي كلها لعبة هذا لعب جاي يضحكون على الشعب العراقي بس مع الأسف على الشعب العراقي مع الأسف على مع الأسف على الشعب العراقي زين ولا هاي ثروات جاي يلعبون بيها يعني كل شيء ما سوون دمرونا دمار يا عم وكل شيء ما خلونا قال ايش خلوا هم ايش خلوا بالبلاد ايران منا واسرائيل منا وامريكا منا وايران منا ايش خلونا هم كل شيء ما خلونا كلها لعبه قدره هاي على ممتلكات على ممتلكات الشعب العراقي الشعب العراقي العراقي جوعان يبقى احنا اغنى العالم اغنى العالم بالبترول قال لا بعد البرميل هسه 105 ما ادري 110 اين فلوس النفط من الشعب نعم انا اشكرك ابو عمر من الناصريه كان معنا ابو عراق من الفلوجه ابو عراق 19 سنه على احتلال العراق شو تحقق من الاهداف المعلنه للولايات المتحده الامريكيه من تخليص العراق من الدكتاتوريه ونشر الديمقراطيه والحريه وان يكون العراق نموذجا يحتذى به في المنطقه أبو عراق وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك تسمعني أستاذ عمر أسمعك أستاذ عمر بالنسبة لاحتلال العراق أولا باقي وإنما تحقق للحكومة اللي جت بظهر الدبابة اللي جم ديول أمريكا وديول إيران هذول تحقق لهم أما الشعب العراقي باقي هو أستاذ عمر كل الديمقراطية هاي اللي يحكون عنها الديمقراطية اللي يحكون عنها اللي استفادوا بها هم الحكومات المتعاقبة الله يسعد أستاذ عمر نعم هاي مخلفات هم مخلفات أمريكا ولو أكو حقوق وتحاسب كان حاسب الدولة الديول ديول اللي ورطوهم وقالهم عمي اكو سلاح دمار واكو كان حاسبوهم هم دول اللي بالنور المالك وما ادراك يا استاذ عمر اي ديمقراطيه هاي يحكون عنها اي ديمقراطيه من الله ينتقم منهم بجاه رمضاني هذا اللهم يخلصنا من عدوهم ان شاء الله وانا اشكرك اخوي عمر انا طبعا بين شركات ومؤسسات نفطية وعملية غزو العراق وقالت بأن خططا لاستغلال الاحتياط النفط العراقي تمت مناقشتها بين مسؤولين حكوميين وبين كبريات الشركات النفطية العالمية وخاصة البريطانية منها بينها شركات شل وبي بي وبي جي قبل عام من تاريخ غزو العراق الوثائق أفادت بأن الحكومة البريطانية قالت لهذه الشركات بأن من الضروري أن يكون للشركات البريطانية النفطية
حصتها من الاحتياطات العراقية الهائلة من النفط والغاز، وذلك مكافأة للدور الذي ستقوم به لندن والمتمثل في التزامها سياسيا وعسكريا بالخطط الأمريكية الساعية إلى إسقاط النظام العراقي. في مطلع يناير كانون الثاني 2003 أعلن بوش في خطاب ألقاه بقاعدة فورت هود بولاية تكساس، وهي أهم القواعد العسكرية الأمريكية، بأن بلاده جاهزة ومستعدة للتحرك عسكريا إذا رفض العراق نزع أسلحة الدمار الشامل التي يملكها. يعني العراق ما عنده أسلحة دمار شامل، وكذبوا بأن العراق يمتلك هذه الأسلحة. أضاف بأن بلاده لا تريد غزو العراق كما ادعى وزعم في ذلك الوقت، وإنما تحرير الشعب العراقي. ما شاء الله، تحرير الشعب العراقي، وأعرب عن ثقته في تحقيق نصر حاسم لأن أمريكا تمتلك أفضل جيش في العالم. معنا اتصال أسامة من كركوك. أسامة 19 سنة على احتلال العراق، ما الذي تحقق من الأهداف المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية في العراق؟ كيف ترى العراق بعد 19 سنة؟ السلام عليكم أول مرة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا على القائمين على القناة من معدين المخرجين. يا هلا بيك. بالنسبة الموضوع حول احتلال 19 عام على الاحتلال الغاشم الأمريكي للعراق اللي جو به الحجة الواهية الكل، أنا أعتبرها كذبة العصر عندما قالوا إنه النظام نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، هي طلعت كذبة من أكذب الكذبات. والسماسرة أمثال أحمد الشلب المغبور وغيره من اللي كانوا يغسلون مواعين في المطاعم أوروبا، هم ذول السماسرة. واني تسمع أستاذ عمر؟ أسمعك. ما شاء الله من الديمقراطية جابوا لناها اليوم العراق يحتل المركز الأول من ناحية المخدرات، الجريمة المنظمة، إرهاب، سرقات بالمليارات، ما نقول هم منظمات دولية تقول تصب النزهة. وفوق هذا كل تعليمنا أصبح زفت، قوانين الإنسان زفت، ما ظل عندنا قانون بيحق. وللأسف اليوم أنا احتبر مع احتراماتي للسامعين وقناتكم، احتبر اليوم كل من يحتبر هذا اليوم اللي يحتبر يوم عطلة احتلال العراق، لأن أي 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 يعني أي عطلة وأي أي يوم وطني يسأل عمر الناس ثابت، ما ظل مصدر عيش للناس. يعني كل نواحي الحياة معطلة معقدة. يعني الناس زاهقة روحهم. وأنا أشكركم على هالبرنامج ورحمة الله والديك. والديك أنا أشكرك. أسامة من كركوك. محمد من أمريكا. محمد، 19 سنة على احتلال العراق، ما الذي تحقق من أهداف الولايات المتحدة الأمريكية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. دولة هيشغال المذبة في التاريخ الجوي الدبابات، هم المعلومات نطيها للأمريكان كلها كذب كذب. هم حتى يتحلون العراق يدمرون العراق، تفيلك الله هي هاي يدمرون العراق يدنهون العراق، تفيلك الله هي كل الدول نريد العراق هنا. زين محمد، سؤال محمد يعني هل يعقل بأنها هذه الكذبة اللي ساقها بعض السياسيين اللي جاءوا مع الاحتلال أقنعت الإدارة الأمريكية وبريطانيا بالغزو؟ أما هو الغزو يعني محضر له قبل هذا الشيء، يعني هم مقتنعين أنه الأمر كذبة. أستاذ عمر، هم يريدون العراق ينهونه للخارطة، هي شغلة ينهون العراق، ما يريدون العراق يبقى خامس. تهم بوش في ذلك الوقت نظام صدام حسين بأنه يمثل تهديدا حقيقيا لأمريكا وحلفائها، لأنه استخدم أسلحة الدمار الشامل سابقا كما قال، واتهمه بتحدي مطالب الأمم المتحدة بعدم تقديم إقرار جدير بالثقة عن برامجه للأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية لمفتشي المنظمة الدولية الذين استأنفوا عملهم في العراق أواخر نوفمبر تشرين الثاني من عام 2002. خلال الشهر نفسه التقى كل من بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في البيت الأبيض، وكتب مستشار بلير للشؤون الخارجية السير ديفيد مانينغ مذكرة تلخص ملاحظات بوش في الاجتماع، والتي تقول بأنه تم تحديد موعد بدء الحملة العسكرية بشكل مبدئي ليكون في 10 مارس، حيث ستبدأ عمليات القصف. رغم إقرار الحكومة البريطانية لدى صدور قرار الأمم المتحدة رقم
441 في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني من عام 2002 بضرورة استصدار قرار آخر قبل الشروع بأي عمل عسكري قانوني، فإنها اتفقت سرا مع واشنطن على المضي قدما في شن الحرب ضد العراق قبل الغزو بخمسة أشهر دون الحاجة إلى قرار أممي ثاني، كما كشفت ذلك وثيقة سرية نشرت في أغسطس آب من عام 2011. معنا اتصال أبو خطاب من الأنبار. أبو خطاب، بعد 19 سنة من احتلال العراق، اليوم ليلة 9 ذكرى احتلال العراق، ما الذي تحقق من أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في العراق؟ كيف ترى العراق أنت كمواطن عراقي بعد 19 سنة؟ شنو اللي تحقق من الأهداف التي جاءت بتخليص العراقيين، بنشر الديمقراطية، بنشر الحرية؟ نعم تفضل أبو خطاب. ألو. نعم عيني تفضل أبو خطاب، تسمعني أبو خطاب؟ أبو خطاب، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أبو خطاب من الأنبار. معنا أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. أهلا صادق. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. أبو علي من بغداد. يا أهلا بك أبو علي، حياك، يا أهلا بك، هلا وعيني. بس هو سويسرا الدعم من داخل الكويت. نعم. سواها محافظة 19. هو السبب يا عمي. نعم. زين. هو من داخل الكويت سواها محافظة 19. فإذا أمريكا تدخلت. زين، شو وقت تدخلت أمريكا؟ بال91 احتلت العراق لو بال2003؟ بس هي مال 2003 هالسنة، شعوك الواحد. اي بالضبط، هو احنا بدنا نحكي 2003. نعم. اي سواها محاولة 19 فهزت أمريكا. اي طلع من الكويت لو ما طلع؟ الحمد لله. طلع من الكويت لو ما طلع؟ اي عقبش لما توسلوا بيه في الوغديلك. نعم. ونهزم، نهزم هو يا عم، نهزم. طلع من الكويت بال91 باتفاق، ومعروفة محادثات خيمة صفوان في ذلك الوقت، وانسحب الجيش العراقي من الكويت. طبعا هو غزو، وهذا خطأ كبير، هذا لا يختلف عليه، يعني مسألة قانونية واضحة. ولكن اللي صار بال2003 انه الامريكان اجوا وقالوا بانه العراق عنده اسلحة دمار شامل، دخلت لجان تفتيش قبل الغزو وقالت العراق ما عنده اسلحة دمار شامل، بعدين قالوا العراق عنده، النظام العراقي عنده علاقة مع القاعدة، بعدين قال بتقاريرهم قالوا العراق ما عنده اي علاقة مع تنظيم القاعدة، بعدين قالوا لا احنا جايين نشر الديمقراطية والحرية. شو تحقق بال19 سنة هاي؟ الانتخابات في 4 سنين وتبدد، ومثل صدام 35 سنة ابن الحلال. ماشي، هل أفرزت هذه الانتخابات اللي أنت تقول عليها، أفرزت دولة صاحبة سيادة، دولة ما بها مشاكل؟ اليوم دا نشوف احنا المخدرات منتشرة، دا نشوف الأحزاب هي المتنفذة وليست الدولة بمفهوم الدولة، دا نشوف انه بغداد أسوأ مدينة للعيش في العالم، اكو سلاح منفلت. احنا مو دا نتكلم حتى نرجع على نظام صدام حسين، ذاك راح صار من الماضي، احنا ولد اليوم. شنو اللي صار نظام صدام؟ شنو اللي صار اليوم؟ ما يروح نظام صدام. شنو اللي صار نظام صدام؟ ايه لحد الان مجد بيه محمد من امريكا، لحد الان مجد بيه. الو، ايش مجد بيه؟ ايش قال؟ لحد الان ما كنت محمد من امريكا، حتى لو يطي لو انت الدولة تطينا كيلو ذهب ما تقبلون علينا. حاشينا هاي يا معود، هي الدولة مئة ألف دينار ذاك يوم أعلنوا عنها، بعدها ما وزعوها، يا كيلو ذهب. أنت موظف أبو علي، أبو علي أنت 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 الصوم رمضان سؤال. إن شاء الله صايم. تمام، إحنا يقول لك احكي قيت الله، إحنا ما جايين دندافع على نظام سابق، إحنا دنحكي وقائع. الامريكان من اجوا غزونا، لو شو تسمي انت، غزو واحتلال لو شنو؟ لا، حررونا من صدام. حرروك ما شاء الله، قرت عينك. شو استفاديت من التحرير؟ رأي يعني، رأي. اي شو استفاديت بالنسبه
الحمد لله استفاد لك كده. يعني انت التقارير الغربيه، انت صدام من راح للكويت غزو والامريكان من اجوا للعراق تحرير، شلون زين هسه ابو روسيا رايح لاوكرانيا، شو تسميه هسه ابو روسيا رايح لاوكرانيا انت شو تسميه، تحرير لو غزو؟ ما ادري. لا 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 تقول ما ادري، لا تقول ما ادري. اذا انت على بلدك، اذا انت على بلدك وتقول هذا تحرير، وعلى غير تقول والله ما ادري، شنو ما ندري؟ خلي الله بين عوينتك، ما يصير يا ابو علي. هسه احنا ماشي، اجوا الامريكان غزوا البلد، تمام، هو غزو باعترافهم، هم اللي يقول لك احنا غزو وبالقانون الدولي، اذا انت تعرف تقرا وتكتب بالقانون الدولي هذا غزو، تمام. 19 سنة بس هو عجب. أكثر من مليون، أكثر من مليون. هسه أنت هو عد عداوة ويا صدام حسين، شان نظام صدام حسين، شل علاقة الشعب من الشمال للجنوب، أكثر من مليون يقتلون، وأكثر من وتدخل تنظيمات إرهابية بالعراق. شو وقت عرف العراق تنظيمات إرهابية؟ شو وقت عرف العراق هاي التفجيرات؟ إلا اللهم إلا اللهم بداية الثمانينات من كان حزب الدعوة يفجر هنا وهناك، اما العراق ما شان بهذا الشيء. احنا نتكلم على دوله هناك دوله تفرق بين الدوله وبين النظام. نعم، ثوار العشائر الدواعش ايش وقت طلعوا غير ورا الغزو؟ الدواعش طلعوا ورا الغزو، ما طلعوا لحد الان، لحد الان ما طلعوا. لا ما فهمتني، طلعوا طلعوا على الساحه، ظهروا على الساحه، ظهروا على الساحة بعد الغزو. اي هذا يا احد يا ابو علي، يا ابو علي، يا ابو علي، انت احنا 19 سنة السولف، انت اللي تقولي الامريكان جايين تحرير، وهاي 19 سنة البصرة ما بيها مي. هاي هاي ثورة تشرين اللي طلعت بال 2019، 800 شاب انقتلوا، طلعوا حتى يطالبون بحقوق العراق، تقولي والله حررونا الامريكان. ابو علي من بغداد كان معنا، ابو خطاب من الأنبار. يعني هناك تناقض بالطرح، تسأل روسيا اليوم دعا تغزو أوكرانيا، يقول لك والله ما أدري هذا شنو. زين يا أبو الأمريكان من جو البلدك، يقول لك والله تحرير، شنو هذا التناقض؟ هسا أوكي اليوم أنت عندك مشكلة مع نظام، اتفقنا، ولكن هذا لا يدعو أنه أنت والله توافق على غزو واحتلال بلد ودمار العراق اليوم اللي صار. زين والفساد اللي صار، اذا انت مستفاد عندك راتب راتبين، زين والبقيه؟ يعني انت بس انت موجود بالعراق و40 مليون ما موجودين؟ يعني لازم الانسان ينظر نظره عامه على 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 ما حدث ويحدث في العراق. الامر لا يختزل انه انت من حزب معارض كنت عايش برا وعندك عداوه مع نظام صدام حسين وراح نظام صدام حسين. زين اللي اجوا بعد نظام صدام حسين غير انه لا يرتكبون الاخطاء اللي كانت ترتكب بذلك الوقت، شو ما شاء الله السجون مليانه، شو التعذيب على قدم وساق، الفساد، نهب وسرقه، السلاح المنفلت. تعال شوف هسه الاخبار، انت شوف المخدرات، شوف المخدرات المنتشره بالعراق، شوف وضع النازحين العراقيين كان داخل العراق او اللاجئين اللي طلعوا خارج العراق. يعني الموضوع، شوف التعليم، روح على التعليم، شوف التعليم شنو اللي صار بيه. غير احنا انه من الاهداف اللي دعت بها واشنطن بتحرير العراق كما تدعي وتقول بانه العراق يصير نموذج مثل ما قالت، لو يصير في اسفل السافلين العراق اليوم، كلها الصيح وذعوذة، لا جواز براسه خير، لا عاصمة براسها خير. روح للمطار بغداد وشوف انت وضع مطار بغداد شون قايل، شوف الشوارع شون قايلة، شوف بغداد شلون تحولت الى مكب للنفايات في كثير من المناطق. هذه حقيقه، هذه حقيقه. انت هذا نظام المحاصصه اليوم، اقرب مثال ان لبنان مثلا، لبنان اعلنت قبل ايام افلاسها بسبب نظام المحاصصه. فئه من المجتمع، فئه قليله استفادت، وباقي الشعب متدمر، بالنتيجه البلد تدمر، وهذا ما يحدث في العراق. ابو خطاب من الانبار، تفضل ابو خطاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. انا استاذ عمر. يا هلا بيك، اهلا وسهلا بك. انا اريد اسال هذا ابو علي من بغداد. نعم.
بس اسال اقول له بحليب امك انت عراقي؟ نعم. اسال اقول له هو هذا عراقي اللي يقول يقول هذا تحريري جانا هسه ودمرونا هذا تحرير يسمونه؟ نعم. يعني هو هذا ابو من استاذ عمر وش سوى بينا هذا الامريكان والدول اللي جت وايران سووا بالعراق دمروا له دمروا الشباب النساء ويقول لي هذا يقول ابو علي يقول تحرير يا تحرير هذا يا تحرير اللي يسولف عنه وهاي الحكومه جابوها وحطوها هاي البايخه هاي الحكومه لسه بتكونين هالمناصب بايخه هاي الحكومه المحافظه هاي لك وهاي لي هاي يا حكومه ويا تحرير اللي يسولف عنه هذا ابو علي بس اقول مثل هذا ما اسولف وياه يا استاذ عمر هذا اسد التليفون واقول له وكل روح لا لازم توضح عارف. الصوره ابو 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 خطاب تدري انت اليوم احنا بال2022 تدري انت اللي انولد بال2003 ايش قد عمره اليوم 19 سنه شاب لازم يعرف الاحداث احنا ما جايين ندافع على نظام صدام حسين احنا مو مهمتنا ندافع على النظام احنا بدنا نستعرض ما حدث في العراق وما يحدث بشكل يومي بعد هذا الغزو نعم يعني اكو مثل هذه الاهانه والدمار اللي صار بالعراق وبعدهم مكلبين بنظام صدام كل ما يطلع واحد وقال نظام صدام نعم البعث عمي يا بعث يا نظام صدام عمي هاي الحكومه جابتها امريكا وايران واسرائيل هاي الحكومه ايرانيه امريكيه اسرائيليه يا استاذ عمر يعني هذا اللي يطلع ويقول يعني يقول لك تحرير شنو تسووا دمار العراق مو نعم العاصمة أنا ما رايح يعني سنين صار لي بس يقولون عليها دمار العاصمة إذا هي العاصمة لبت العراق بغداد يعني هاي يا تحرير هذا اللي تقوله عنه تحرير وتحرير وتحرير حرروه هم لجل عينك جاو نعم. ما جاو لجل عينك تحرروه من صدام كنا عزانا مو بس انتو عزاهم مو بس هم اللي أخوانا بالجنوب أزانا كنا صدام بس يا عمي حلاك على مين صدام ولا هاي الحكومة الميليشيا هاي حكومة هاي مو حكومة يا أبو يا أستاذ عمر والله مو حكومة هاي ولا 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 يقول حد يقول لي تحرير مثل يسولف فيه لا تصد علي والله أسد التليفون ما أسولف وياه وأنا أشكرك أبو خطاب من الأنبار كان معنا أبو كرار من بغداد أبو كرار 19 سنة على احتلال العراق هل حققت الولايات المتحدة الأمريكية أهدافها في العراق الأهداف المعلنة بنشر الديمقراطية والحرية تفضل أبو كرار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك حياك الله يا هلا بك إيه نعم حققت أهدافها نعم تدري شلون حققت أهدافها نعم حققت أهدافها تفتيت المجتمع العراقي ما خلت عراقيين اثنين يمشون بصورة صحيحة زين دمرت الشعب العراقي بأكمله وبعد تريد الدمره لأنه أبناء الشعب العراقي العراقيين ناس شجعان ويخافون منهم الأمريكان ما حققت أي شيء اللي كانت تسويه رادت تدمير العراق وتعاونت ترى مو بس أمريكا تعاونت وياها إسرائيل وإيران وبعض الدول اللي حاقدة على العراقيين مع الأسد زين ما دمرت وإنما حققت الدمار وحققت المعتاد نعم بس خليني شوية دا أحكي لك وياك عيني أبو كرار صايرة بعد عيني بعد 2003 نور المالكي يروح يقرا سوره الفاتحه للعلوج بامريكا اللي قتلتهم المقاومه الشجاعه لو ابراهيم الجعفري يسلم سيف الامام علي
الوزير الخارجية هذا الأمريكي رامسفيلد زين لو تجري على رئيس الجمهورية يطلع بشسمه هذا خاص عفو خاص يطلع مدينة يعتبرونها النجف الأشرف تسمى يطلع يدمر الشعب العراقي شلون دبروها ما تقول شلون دبروها لأنهم متفاهمين بيناتهم على تدمير هالشعب هذا زين نعم والسوالف وايد طويلة ترى أنا ما أقدر أحكي نعم نعلة الله على أبو أمريكا وأمريكا والله أحكي لك أستاذ عمر نعم. أمريكا لو جاية وحيدها إلا تحول إلا توحل بالطين ما جت وحيدها جابت 33 دولة وياها يا رجل احتلت العراق لأنه العراقيين ما يقبلون يضيهم الضيم ما ينامون على الضيم وانت شفت يعني ثورة تشرين المباركة وقبلها الثورات اللي صارت مجلس التوعود استخدموا النار والحديد زين والله ان شاء الله الله يخلصنا من عندهم بعون الله زين جابت شرذمة ارادت تدمير النفوس العراقية اهمها الوحيد تدمير النفوس العراقية زين وأني أشكرك أبو كرار من بغداد كان معنا أبو محمد من البصرة تفضل أبو محمد محمد من بغداد تفضل محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك يا أهلا بك والله أستاذ عمر عام 2003 أسوأ عام في تاريخ العراق يعني إحنا كنا نقول أكو نظام ينتهي نظام وحيجي نظام جديد نعم كل نظام فيه سلبيات وإيجابيات كلنا إن شاء الله حيجي نظام جديد بالعراق وحيقول العراق في حال إلى حال يتطور ويتواكب ويا الدول نعم يعني كلنا نتأمل هذا الشيء دولة جوي أولا دمر البنية التحتية بالبلد ثاني شيء زرع الحقد والطائفية بالعالم بالشعب وأسسوا مكاتب أحزاب وأسسوا ميليشيات وسووا حكومة طائفية هذا وقسموا البلد أنت حكم شيعي وحكم سني وحكم كردي زين وبعدين زرع وكل هذا على مود شنو على مود عقد الثار على مود إيران وإيران بالمناسبة هسه من تجي تنتقد إيران بأي التواصل الاجتماعي يصير هجوم عليك مو طبيعي انت شلون تنتقد ايران وايران هي ساعدت العراق شنو اللي ساعدت العراق ايران ايران هي جابت لك المخدرات جابت لك القتل وزرع واسسوا ميليشيات تابعة لهم الحرس الثوري وغير الحرس الثوري وهي هسه الحكومه منهم ناس خيرين دول الناس اللازميه شو هم كانوا كلهم يشتغلون تحت امر حكومه ايران هم كانوا عصابات وميليشيات يعني هم كانوا تحت حكومة إيران هم ينفذون الأوامر بالتفجيرات وبالتخريبات وبالقتل وذولا جوي هسه ونتلقى خير من ذولا يحكمون البلد هذا البلد دمره شوفوا نوصله نعم الولاء أولا لإيران الولاء ما أكل العراق وثانيا أكو شغلة يعني هسه من أكلات من أكلات تحشي وتقول لك نتأمل خير بالدولة ونتأمل خير بالوزارة ما أكو هذا الحجم هذا المجتمع العراقي او الحكومه العراقيه لازم يتبدل كله حتى الجيش هذا اعيد الحسبان من اسسه يعني هذا الجيش ترى انا يعني من رايي انا وجهه نظري ترى 90% من هذا الجيش العراقي او الجهات الامنيه كلها ولاء لايران والاحزاب مو ولاء للبلد لان هذا حتى الجيش وحتى الدوائر الامنيه ودوائر كلها لازم يعيد حسابه للحسبان او الواحد يعيد حساباته وياه من اسسه من جديد يعني هذا المجتمع إرادة تغيير وجود لازم أكو ناس ولاهم للوطن والشورى ولاهم لهذا البلد أنا من دعشنا كان الحكي صار عمار أنا مولود ببغداد وأنا إحنا كنا ولادتنا بغداد وجدودنا بغداد خلينا نقول عليه ما بحكي بهالمسميات نعم بس أنا أنقل على بلدي كيف صار مستنقع من فوضى
مجتمع كله مخدرات، مجتمع كله شواذ جنسي، مجتمع ألفاظ شوقية. والله هذا العراقي شلون؟ نعم. ما أعرف أنا، لازم هذا البلد يتغير رواية يعني، يسوي له أوبجريد من جديد يعني. لو أوبجريد أوبجريد أسوي له والله. أنا أشكرك محمد من بغداد كان معنا. صفاء من بغداد. صفاء 19 سنة على احتلال العراق، هل حققت أمريكا أهدافها بالعراق؟ انقطع اتصال مع صفاء من بغداد. طبعا في 7 مارس آذار من عام 2003 أبلغت الحكومة البريطانية النائب العام اللورد بيتر هنري جولد سميث بضرورة إعداد قرار بشأن مدى مشروعية شن الحرب على العراق دون الحاجة لقرار أممي جديد لإضفاء الشرعية على الغزو، وهو ما وافق عليه جولد سميث بعد أن ظل يرفضه طوال الأشهر السابقة حسب ما كشفته وثائق بريطانية سرية نشرتها حكومة ديفيد كاميرون في نيسان 2010 بشكل استثنائي وربما غير مسبوق. انضمت لأمريكا وبريطانيا أكثر من 30 دولة إضافة لقوى المعارضة كقوات البشمرجة التابعة للحزبين الرئيسيين بكردستان العراق بزعامة جلال الطالباني ومسعود البرزاني، والتنظيمات المقيمة بالمهجر كالأحزاب الشيعية اللاجئة في إيران كحزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحركات أخرى وشخصيات تعيش في الغرب، يأتي في طليعتها أحمد الشلبي الذي لعب دورا كبيرا في حبك خيوط عملية الغزو بحسب تعبيرات صحفية غربية. طبعا استمرت عملية الغزو الذي أطلقت عليه واشنطن ولندن عملية الحرية من أجل العراق من بدايته وحتى احتلال بغداد تقريبا 23 يوم، واجهت فيها القوات الغازية مقاومة من الجيش العراقي الذي كان يقاتل دون غطاء جوي. أما الفترة الواقعة بين لحظة سقوط العاصمة أو احتلال العاصمة بغداد وحتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2007 فقد بلغ فيها عدد العمليات العسكرية الأمريكية بالعراق ما يناهز 569 عملية عسكرية، تتفاوت المحافظات والمناطق العراقية في كثافتها فيها، حيث تأتي بغداد أولا ثم محافظة الأنبار ثم بقية المحافظات، ونفذ 35% منها في عام 2007. في عام 2007 وصل عدد الجنود الأمريكيين في العراق ذروته عام 2007 بانتشار 170 ألف جندي لتوفير الأمن كما قالت القوات الأمريكية ومواجهة عمليات المقاومة العراقية المسلحة، ثم بقي حوالي 50 ألف منهم لدى انتهاء العمليات القتالية في أغسطس آب 2010. دام وجود قوات الاحتلال بهذه الأعداد الكبيرة في العراق حوالي 9 سنوات سارت فيها مختلف مظاهر الفوضى والدمار، لكن القوات الأمريكية وحلفائها تلقوا أيضا خسائر فادحة في الأرواح، قتل لأمريكا 5000 جندي وأصيب 35,000 آخرين، بينما قتل 179 جنديا بريطانيا، وكذلك هناك ضرر كبير في الممتلكات العراقية بسبب العمليات العسكرية التي حدثت. طبعا تتفاوت التقديرات لعدد الإجمالي لقتل الغزو من العراقيين تبعا لجهة صدورها. دراسة أعدها معهد الاستطلاعات البريطاني في صيف عام 2007 قال وأكد بأن عدد قتل الغزو من عام 2003 لغاية 2007 فقط بلغ حوالي 1,000,000 عراقي من أصل 26 مليون كان في ذلك الوقت عدد سكان العراق. الجيش الأمريكي اعترف فقط بمقتل 77 ألف عراقي بين يناير كانون الثاني 2004 وأغسطس آب 2008، بينهم نحو 63 ألف مدني والباقون من العسكريين. أفادت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية في مارس 2013 في دراسة لتكاليف الغزو نشرت حصيلتها بمناسبة ذكراه العاشرة في ذلك الوقت بأنه كلف الولايات المتحدة وحدها ما يزيد على 800 مليون دولار 800 مليار دولار، وقالت بأن الدراسة لو أضافت الفوائد المرتفعة المترتبة على الديون الأمريكية بسبب الحرب فإن فاتورة الغزو قد تزيد على 3 تريليونات دولار. وفي ديسمبر من عام 2011 أعلنت الولايات المتحدة بأن جيشها أكمل انسحابه من العراق
في ذلك اليوم، وأن الانسحاب جاء تطبيقا للاتفاقية الأمنية الموقعة مع حكومة بغداد عام 2008، وكانت بريطانيا بدأت سحب قواتها من جنوبي العراق مطلع أبريل نيسان 2009، وأكملته بشكل نهائي يوم 22 من مايو آيار 2011. إذن 19 سنة على غزو واحتلال العراق، وها هو العراق كما نعيشه اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.